اسمي حسين عبد الرضا، العمر 29 سنة، ألعب لعبة ألعاب القوة من سنة 92 إلى 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 هذا إلى هذا الوقت، وحاليا شاركت في البطولة المحلية وفي لعبة الجري وحصلت على المركز الثاني. اخترت لعبة ألعاب القوى لأنها لعبة مسلية وتحفزني إلى 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 كسب الجائزات. شاركت في عدة بطولات محلية وخليجية في الدوحة سنة 98 وحصلت على المركز الثالث. أنا اسمي ياسمين فكري، لاعبة في الأولمبياد الخاص البحريني. كنت ألعب في الأولمبياد الخاص البحريني لين كان عمري 18 سنة، وحين ألعب الجري وكرة السلة. أنا اخترت لعبة الجري لأن في وايد حماس وفي وايد استانس. الصعوبات اللي واجهتني في لعبة الجري أمس إن كانت المنافسة وايد قوية ووايد حققت المركز الثالث في البطولة. اسمي سيد قاسم سيد مصطفى، طبعا لاعب في سبيشال أولمبيك، عمري 27، ساكن في مدينة حمد. طبعا ألعب صار لي تقريبا 4 داش على 5، ألعب أكثر من لعبة، بس اللعبة اللي الحين كنت ألعبها هي الجري مال السرعة 100. اخترت لعبة الجري لأنها هواية ولعبة مفضلة عندي، وفيها طبعا منافسة بين مستويات اللاعبين. الصعوبات اللي واجهتها طبعا في الجري هي بعض المنافسات من الدول المختلفة، مثل السعودية وعندي الإمارات والكويت وقطر. طبعا اسمي عائشة عيسى، عمري 23 سنة، انزين وألعب في الأولمبياد الخاص لعبة الجري 100 متر، وصار لي من 2009 ل 2013. اخترت لعبة الجري لأن حسيت ان انا استفيد منها وان هي مفيدة حق الجسم. الصعوبات اللي واجهتني في لعبة الجري طبعا صعوبات اللاعبين ومنافساتهم معاي في الجري. البطولات اللي شاركت فيها طبعا اول سفرة لي كانت في سوريا، عقب اليونان، طبعا رحت كوريا، طبعا حصلت على المراكز الاول والثاني والثالث.